أهلا بكم في الموعد الاقتصادي لنهار اليوم، والبداية بمجال الطاقة، حيث حلت الجزائر في المرتبة الثالثة في تزويد أوروبا بالغاز المسال خلال السداسي الأول من السنة الجارية، هذا بعد ارتفاع صادراتها بنسبة 8.4% إلى أزيد من 6 ملايين طن. وجاء ارتفاع صادرات الجزائر نحو أوروبا مدفوعا بشحنات الربع الأول من هذه السنة التي زادت بنسبة 11.2% إلى 2.98 مليون طن مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وحلت قطر في المركز الرابع بعد الجزائر في تزويد أوروبا بالجي أن أل، حيث انخفضت صادرات قطر نحو أوروبا بصفة حادة بلغت 44%، فيما تربعت الولايات المتحدة الأمريكية على الصدارة بالنسبة إلى الدول المصدرة للغاز المسال إلى أوروبا في النصف الأول من السنة الجارية. ونبقى في مجال الطاقة النظيفة، حيث يستعد مجمع سوناتراك وشركة توسيالي لصناعة الحديد والصلب لتجسيد مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر بموجب الاتفاقية التي تم إبرامها مؤخرا. مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي سيتم إنتاجه لتصنيع الفولاذ الأخضر بمركب الصلب لشركة توسيالي هو الأول من نوعه في المنطقة. هذا وتحوز الجزائر على قدرات هائلة من الهيدروجين الأخضر تسمح لها بتلبية 10% من احتياجات أوروبا. تقرير روزارناي. اتفاق تدخل حيز الخدمة بين سوناتراك وتوسيالي لصناعة الحديد والصلب، شراكة ينتج بموجبها الهيدروجين الأخضر في الجزائر كخطوة هامة نحو استبدال الطاقات الأحفورية. وهذه الدراسة التي ستكون بين الطرفين إن شاء الله تكون ناجحة، هو أن نستعمل الهيدروجين الأخضر على مستوى مركب الصلب لتوسيالي، وذلك يمكننا من استخلاف الغاز بالهيدروجين الأخضر، ويمكننا أيضا من إنتاج الحديد الأخضر، ويعطي الفرصة أيضا لسوناتراك أن تسترجع الكميات المستهلكة عبر هذا المركب من الغاز نستعمله في البتروكيمياء أو للتصدير. الهيدروجين الأخضر وقود خفيف عالي التفاعل يحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة ميكانيكية، إنتاجه سيوجه لتصنيع الفولاذ الأخضر بمركب توسيالي للحديد والصلب، ما يمكن الجزائر من إمداد أوروبا ب10% من إنتاجاتها. مشروع سوناتراك وتوسيالي يأتي تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى الحد من استهلاك الغاز الطبيعي والخفض من انبعاثات الغازات الدفيئة وكذا استبدال الطاقات الأحفورية بالجزائر. في قطاع المالية، أعلن القرض الشعبي الجزائري الشروع في توزيع الأرباح على المساهمين ابتداء من الفاتح أوت 2024، وهذا بناء على قرار مجلس إدارة البنك العمومي الصادر في 14 جويلية. للتذكير، تم إدراج بنك القرض الشعبي الجزائري رسميا في التسعيرة الرسمية لبورصة الجزائر شهر مارس الماضي، ليكون بذلك أول بنك يلتحق بالبورصة. ننتقل الآن إلى عرض لأسعار بعض المنتجات الفلاحية التي سجلت نهار اليوم. دوليا، انطلقت اليوم بالعاصمة التركية أنقرة الجولة الأولى من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا. وتناقش الجولة الأولى من المفاوضات قضايا عديدة تتعلق بتجارة السلع والخدمات والاستثمار، كما سيناقش طرفان قواعد المنشأ والعوائق الفنية التي تواجه التعاملات التجارية. وستسمح هذه الجولة بتبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية المتاحة أمام الأطراف المشاركة في المفاوضات.
ارتفع الين الياباني اليوم الاثنين بنسبة 0.08% إلى 0.06511 نقطة ليعوض انخفاضات سابقة، إذ أدى تصاعد حدة التوتر في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على العملة اليابانية باعتبارها ملاذا آمنا. وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل الين واليورو والجنيه الاسترليني وست عملات رئيسة أخرى بنسبة 0.19% إلى 104.17 نقاط. شرعت سلطنة عمان في إنشاء وحدة جديدة للغاز الطبيعي المسال بالمجمع الصناعي في قلهات بولاية صور بسعة إنتاجية تقدر ب 3.8 ملايين طن متري سنويا، ما سيرفع إنتاج سلطنة عمان من الغاز المسال إلى أزيد من 15 مليون طن متري سنويا. وستسهم هذه المنشأة الجديدة التي من المتوقع دخولها مرحلة التشغيل في 2029 في تعزيز الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته، وتمكن من استغلال الاحتياطات المتوفرة على النحو الأمثل. عرفت أسواق النفط في العالم حالة من الاستقرار النسبي وسط توقعات بارتفاع مخزونات النفط الخام ووفرة إمدادات وضعف الطلب، وانخفضت أسعار العقود الفورية لخام برنت بنسبة 0.34% لتسجل أزيد من 80 دولارا للبرميل، كما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 0.36% لتبلغ 76 دولارا و88 سنتا للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.30% إلى 2.84 دولارا للأوقية، فيما ارتفعت العقود الفورية بنحو 0.11% إلى 2.389 دولارا للأوقية. ختام الاقتصاد بعرض لأسعار صرف بعض العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. مشاهدينا، نشرتنا الاقتصادية تمت، السلام عليكم.